السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من ميدان المنشية أو ميدان القناصل في اسكندرية. هنشوف مع بعض محمد علي باشا وقاعد على تمثاله وعلى حصانه الواقف على رجلين بس، بقاله 152 سنة قاعد على المكان دوت. أولا نعرف مين محمد علي دوت. الأول محمد علي دوت يا جماعه ولد في او اتولد سنه 1769 في مقدونيا مدينه باقوله باليونان حاليا او الامبراطوريه العثمانيه، وتوفى ب 2 اغسطس 1849 في الاسكندريه في اصل 60. كان نائب السلطان العثماني على مصر او حاكم مصر من 1805 لحد 1848. هو مؤسس الأسرة الحاكمة اللي حكمت مصر بقى لحد لحد الثورة. وهو برضو مؤسس مصر الحديثة والأسرة العلوية في مصر. نرجع بقى لمرجعنا اللي هو الأصلي، تمثال محمد علي الموجود في المنشية أو موجود في ميدان محمد علي أو ميدان القناصل، عشان المكان دوت كان مشهور إن هو في كده قنصلية يعني. تقريبا المنشيه اتعملت سنه 1832، اللي هو برضو محمد علي هو اللي اللي كان امر بانشاء المنشيه ديت. لما عمل تخطيط المحافظه للاسكندريه كلها وانشا المنشيه ديت. وزي ما قلنا المعمار الايطالي مانشيني هو صمم من المنشيه في عهد محمد علي باشا. وبعد وفاة محمد علي جه الخديوي اسماعيل قرر ان هو يحيي ذكرى جده محمد علي بعمل تمثال واقف على حصانه، واختار مدينة المنشية اللي هي كانت اسمها مدينة القناصل في سنة 1869 علشان يعمل التمثال بتاع جده دوت فوق الحصان. وسنة 1872 المثال الفرنساوي جاكمار انتهى من عمل التمثال، بس تم عرضه في فرنسا لمدة شهر. وبعد كده جه ونحات تاني وصل اسكندرية وعمل قاعدة مخصصة للتمثال دوت، عشان حط عليها التمثال كان اسمه بودري او بودري عمل قاعده التمثال دوت، حط عليها التمثال. يعني جه التمثال ده موجود هنا في اسكندريه على نفس المكان من 1872، يعني النهارده 24، يعني حوالي كام كده 152 سنه، صح زي ما حسبنا. تمام، والله اعلم بقى. ماشي، ميدان المنشيه دوت يا جماعه. بصوا، هو كان الاول ميدان كله قناصل وارستقراطي والطبقه العليا بتاعت البلد. بصوا حتى المنظر، العمارات شمال ويمين كده اسمها ايه، فخمه الاسكندرانيه، كلها كده قصور ومباني حكوميه ودواوين. مفيش حاجه فيها كده مباني عشوائيه يعني، متصممه تصميم من اول عندك شارع النصر من اول اللي هي عند الكوانة لحد اول شارع صلاح سالم عند المرور. هتلاقي الدنيا كلها ماشيه كده في خط مستقيم، مفيش حاجه داخله وحاجه طالعه. الجناين برضو جميله جدا، بس مع الوقت بقى حته كارساع بنات ديت وشارع النصر وشارع ليبيا وشارع فرنسا والدنيا كده اتكعبلت شويه، كل اللي بيجي يزلوهم بيرجعوا تاني يعني. بس برضو مع كده هي جميله الصراحه يعني، روعه الصراحه. صيف شتاء تلاقيها، بصوا ده كده جمال كده، عايز تقعد فيها ما تمشيش، حلوه جدا الصراحه. يا رب كده اكون اديتكم اي معلومه. يا عم محمد، الحق عم محمد علي هيشيلوا الطبيعة بتاعتك، الحقهم بقى، العب الحصان كده جاي عليهم وامنحهم من انهم يشيلوا الطبيعة.
اكيد دخيله. يلا يا جماعه اشكركم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد في يوم جديد بكل سعاده وهنا وسرور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بقى اللايك والشير والحاجات الحلوه بتاعتكم. السلام عليكم.